بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالأخوات أجمل ترحيب، نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب في لقاء متجدد يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة لأحد الإخوة، يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، كيف تكون المحبة الخالصة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أعرف أني متبع للرسول في أقوالي وأفعالي مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن مقتضى شهادتي أن محمد رسول الله، إذا آمنت برسالته وشهدت بها فإنك حينئذ يجب عليك حقوق كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظمها محبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل أحد بعد محبة الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الحديث الآخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء أو من كل أحد إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وهي من حقوقه صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضى شهادة أنه رسول الله. وهذه المحبة تقتضي اتباعه صلى الله عليه وسلم، وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان. أما من يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يتبعه، أو أنه يبتدع البدع ويظن أنه يحب الرسول وهو يبتدع البدع، فهذا كاذب في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، كالذين يدعون أنهم يحبونه ويحيون الموالد. هذه الموالد بدعة، الاحتفال بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى.
فمن مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة اتباعه، تقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان، بعد محبة الله وتقديم قول الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدلالة الصادقة على محبته صلى الله عليه وسلم. كذلك مما اقتضى محبته اتباعه وعدم معصيته، كما قال الشاعر: إن المحب لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلازم أن الإنسان يتقيد بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه. وأكثر الأمة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابته الكرام، ولذلك جاهدوا معه وبعده وبذلوا دماءهم وأموالهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا يعظمونه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنوا به وعزروه يعني وقروه ونصروه، نصروا دينه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فالذي يدعي أنه يحب الرسول ولكنه لا يتبع النور الذي أنزل معه هو كاذب في محبته صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فضيلة الشيخ، أرسل أحد الإخوة بسؤال يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح أن يجيبنا على هذا السؤال، وهو كثرة العنوسة في زماننا للفتيات في هذا الوقت، فما هو الحل وما هو العلاج الناجع كي تتزوج هذه الفتيات بدون عنوسة؟ نعم، لما خرجت المرأة أو أخرجت عن طورها في هذه الحياة وأخذت منحا غير منح النساء، أخذت منح الرجال أو أعمال الرجال، فإنها عنست، لأنه لا أحد يرتضيها، ولو تزوجت فإنها لا تستمر مع الزوج، لأن الزوج يريد زوجة مطيعة، يريد زوجة يأنس بها، يريد زوجة تربي أولاده، تصلح شؤون بيته. فإذا كانت المرأة موظفة أو المرأة في دراسة تذهب معظم النهار ولا تأتي إلا وهي متعبة، ولا تلتفت إلى زوجها ولا إلى أولادها بسبب التعب، فكيف يحبها الزوج على هذا الوضع؟ فإذا كانوا يريدون أن لا تعنس النساء فليرجعوها إلى طورها المناسب لها، والذي كانت عليه المؤمنات من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، وردتنا عدة أسئلة، ومن هذه الأسئلة يقول السائل: لماذا يكثر الجهل عند بعض الناس في الأمور العقدية، وماذا يبدأ الطالب ليتفقه في دينه؟ يبدأ الجهل أو سبب الجهل في العقيدة هو عدم الاهتمام بها وعدم دراستها على أيدي العلماء المحققين من الصغر. ولذلك حكومتنا الرشيدة من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وهي مهتمة بالعقيدة في المدارس والمعاهد والكليات، تدرس دراسة عميقة مختصرة ومفصلة، وبهذا تترسخ العقيدة ويكون الإنسان المسلم على علم بعقيدته، كيف يصححها وكيف يقويها وكيف. هذا لابد أننا ندرس كتب التوحيد
الصافية السليمة المستبدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجعل لها الصدارة في المقررات، ونجعل لها الوقت الكافي حتى تترسخ وحتى تعلم بتفاصيلها ومعرفة ما يضادها أو ينقصها أو يبطلها، لا بد من هذا. فأسباب ضعف العقيدة أو عدم التمسك بها هو الجهل بها والتزهيد في شأنها، تزهيد في شأنها، هذا هو سبب ضعف العقيدة. فالواجب أن يعتنى بهذا الأمر اعتناء تاما، كما كان عليه الحال في هذه البلاد في مدارسها ومساجدها من جعل العقيدة لها الصدارة في الدراسة، في التعليم، في التأليف، في الدعوة إليها. فأول ما يبدأ الداعية إلى الله بالعقيدة وشرح العقيدة، لأنها هي الأساس. نعم، أحسن الله إليكم. نستأذنكم فضيلة الشيخ صالح بهذا الاتصال مع فضيلة الدكتور أحمد بن جزاع الرضيمان، أستاذ العقيدة بجامعة حائل. مرحبا فضيلة الدكتور، حياكم الله وبارك فيكم. الله يحييكم. حياك الله، تفضل يا شيخ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإني أشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ومن تلكم النعم أن هيأ الله لنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية دولة تحكم بالشريعة وتسخر كافة إمكاناتها لخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ترسيخ العقيدة الصحيحة واستتباب الأمن ورغد العيش في وقت تكالبت فيه الفتن على كثير من المسلمين. كما أن من نعم الله تعالى علينا وجود سماحة الوالد العالم الراسخ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الذي ثبت على الحق راسخا كالجبال الرواسي أمام الأفكار المنحرفة والأهواء المضلة والدعايات المغرضة، فلم يغير ولم يبدل في زمن كثر فيه التلون والتذبذب. فكان يوصينا حفظه الله كثيرا بالثبات على الحق والتواصي به والصبر عليه ومعرفة مكانة هذه الدولة المباركة التي نصرت التوحيد، ويوصي بالسمع والطاعة لولاة الأمور والتمسك بحبل الله المتين ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم وترك الانسياق لما يقوله المرجفون الذين دأبوا على التحريش والفتن والتهييد. فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وجزى الله القائمين على تلفزيون المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم معالي الوزير الذين أتاحوا للملايين المملينة في جميع أنحاء العالم من التواصل المباشر مع سماحة الشيخ والاستفادة من علمه وسمته. ومداخلتي يا شيخ عبد الكريم التي أرجو أن يعلق عليها شيخنا حفظه الله، هي أن الخلل في منهج التلقي والاستدلال يعد سببا رئيسا لما تزخر به الساحة في العالم الإسلامي من هرج وفتن، حتى أن كثيرا من الناس انشغل بهذه الفتن يتابعها ليلا ونهارا، فأصبحت صبوحه وغبوقه، وكلما جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا كان من منهج التلقي والاستدلال تعظيم النصوص الشرعية والعمل بها ورد المتشابه إلى المحكم وجمع الأدلة في الباب الواحد، فما بال كثير من المنتسبين للعلم لا يؤكدون على التزام المنهج النبوي في التعامل مع الأحداث والفتن. طيب. والمتضمن الاعتصام بالكتاب والسنة. طيب. لأن الناس ليسوا بحاجة إلى الصخب والضجيج وتحليل الأمور تحليلا بعيدا عن العقيدة، والله عز وجل من المعلوم أن الفتن والفرقة زيغ وعذاب، وقد أرشدنا ربنا إلى الاستكانة والتضرع لندفع عن أنفسنا العذاب، وقال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، كما حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من الفتن وبيّن أن القاعدة فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي، بارك الله. وأمرنا بالصبر حتى وإن وجدت الأثرة والاستبداد، فقال كما في البخاري ستلقون بعد أثرة فاصبروا، وبيّن فضيلة العبادة في وقت الفتن، وقال كما في مسلم العبادة في الفتن كهجرة إلي، وقال أيضا كما في البخاري سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. فمن تعظيم النصوص الشرعية
ألا نقدم عليها آراءنا ورغباتنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والحقيقة أن المتابع لما ينشر في كثير من القنوات قل أن يسمع النصوص الشرعية التي تأمر بالعبادة وقت الفتن، وتأمر بالصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وتحذر من سبك الدماء وترويع الآمنين، وإنما نسمع من يصب الزيت على النار ويتساهل في شأن الدماء. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ولما شكى الناس إلى الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه ما يجدونه من الحجاج، قال لهم كما في البخاري: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهكذا أئمة الإسلام ساروا على نفس المنهج. فالإمام أحمد رحمه الله مع ما حصل عليه وعلى المسلمين في عصر من فتن عظيمة وحمل للناس على القول بخلق القرآن، إلا أنه أمر الناس بالصبر، وقال قولته المشهورة: اصبروا لا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين، هذا خلاف الآثار. فكانت العاقبة والحمد للمتقين. وصدق الله إذ يقول: ولو أنهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أننا جميعا سلكنا هذا المنهج النبوي لكان خيرا لنا وأشد تثبيتا، ولأجرنا أجرا عظيما ولهدانا ربنا صراطا مستقيما. أسأل الله العظيم أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كما نسأله سبحانه أن يديم على بلادنا وبلاد المسلمين نعمة الأمن والإيمان والاستقرار، وأن يحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم إلى كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم وبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر لكم هذه الكلمة الطيبة اللافية، وإن كنا نأخذ عليكم أولا كثرة المدح لنا والإفراط في ذلك، وثانيا طول الكلمة أخذت وقتا، لكن هذا في صالح إن شاء الله المستمعين. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: بالنسبة لأفضل الأدعية التي يدعو بها الإنسان، وما هو فضل الدعاء وهل له مواطن؟ الدعاء لا شك أنه أعظم أنواع العبادة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، قال: يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. ولا غنى للعبد عن دعاء ربه، لأنه دائما بحاجة إلى الله والاتصال بالله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. فالدعاء لا شك أن العبد بحاجة إليه أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. والدعاء له آداب وله أوقات وله أحوال يكون فيها أفضل منه في غيرها، ويكون أرجى للإجابة. أولا الإخلاص، كما قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين. فيخلص في الدعاء ويدعو بقلب حاضر ويوقن بالإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن. وكذلك يعزم الدعاء، ولهذا جاء النهي عن قول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة وليعظم الرغبة لله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وكذلك تكرار الدعاء والإلحاح، هذا يحبه الله سبحانه وتعالى من العبد، أن يلح وأن يكرر الدعاء، فإن هذا أرجى للإجابة. كذلك وأعظم شيء في قبول الدعاء أن يكون مطعمه حلالا ومشربه حلالا وملبسه حلالا ويتجنب الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: في الرجل يطيل السفر أشعث
أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وكذلك يتحرى الأوقات والأحوال التي تكون أرجى لقبول الدعاء، مثل الدعاء في السجود، قال صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. وكذلك يدعو في آخر الليل في الأسحار، يستغفر الله، لأن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم يقول جل وعلا: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهذا في كل ليلة منه سبحانه وتعالى مع عباده، يفتح لهم باب الدعاء ويعدهم بالإجابة. فالدعاء في آخر الليل، الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة، يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن أو مسلم وهو قائم يصلي، يعني يدعو إلا استجيب له. فيتحرى المسلم هذه الأوقات. الدعاء في عرفات يوم الوقوف، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والنصوص في الدعاء وآدابه كثيرة، وألفت فيه كتب مستقلة، والله أعلم. جزاكم الله خير. نبدأ بعد قليل إن شاء الله باستقبال مكالمات الإخوة والأخوات في برنامج فتاوى مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. سائل يقول: فضيلة الشيخ صالح، كيف السبيل إلى صلاح القلب وسلامته من الشوائب؟ صلاح القلب وسلامته من الشوائب يكون بإصلاح العمل، إصلاح العقيدة، العقيدة بالله والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإصلاح العمل، لأن والإكثار من ذكر الله، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فهذا من أسباب انشراح الصدر وطيب القلب، الإكثار من ذكر الله، كما أن الغفلة عن ذكر الله تقسي القلب، كذلك كثرة المزاح وكثرة الكلام وكثرة فيما لا يفيد، هذا مما يقسي القلب أيضا. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول حفظكم الله: ما حكم الوقوع في أعراض الناس؟ حرمه الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم الحج الأكبر، يوم العيد، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، يعني مكة، في شهركم هذا، يعني شهر ذي الحجة. فالعرض محرم كما يحرم الدم والمال. واستباحة العرض تكون بأحد أمرين قبيحين: إما بالنميمة والوشاية بين الناس والكلام فيهم، وإما أن تكون بالغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، كما قال صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فيجب على المسلم أن يحترم أعراض المسلمين كما يحترم دماءهم ويحترم أموالهم. نعم. الشيخ الداعية عبد العزيز بن صالح الكنهل، في حدود دقيقتين، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مداخلتي قصيرة جدا. أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
في الحقيقة أنا فرحت كثيرا جدا بخبر أسعدني كثيرا وهو مشاركة شيخنا العلامة صالح بن فوزان فوزان ببرامج التلفزيون. لماذا؟ لأن الناس بحاجة ماسة لأن يفقهوا أمور دينهم ممن يثقون بعلمهم أمثال شيخنا عن طريق هذه الوسيلة الإعلامية المؤثرة جدا التي دخلت معظم البيوت ويشاهدها الناس في مختلف أنحاء العالم. أسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء. آمين. ثم لدي سؤال مهم لشيخنا. طيب. وهو أننا عندما نقرأ في مؤلفات سلفنا نجد عناية فائقة بموضوع مهم وهو الإخلاص لله والتأكيد على الابتعاد عن كل ما قد يعكر صفوه أو ينقص درجته، وفي هذا الزمن غفل البعض عن أهميته والعناية به. فآمل من شيخي أن يبين أهميته والأدلة على فضله وشيئا من مواقف السلف في الإخلاص. طيب. وذلك شح ذي الهمم لهذا الأمر العظيم. وجزاكم الله خيرا يا معالي الشيخ خير الجزاء، وكذلك أنتم يا معيذنا يا مذيعنا المحبوب أبو خالد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وأما الإخلاص فالعمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر الشرطان في العمل فإنه يقبل بإذن الله، وإذا اختل أو اختل واحد منهما فإن العمل لا يقبل. فالإخلاص لله يعني الإخلاص من الشرك الأكبر والأصغر، وأن يكون المقصود بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة ولا طمعا في دنيا، وإنما يكون طمعا في رضا الله وفضله ومغفرته، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون فيه بدعة، لا يكون فيه بدعة وإحداث لم يشرعه الله ولا رسوله، فإن البدع مردودة لا تقبل، وصاحبها آثم لا مأجور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والله جل وعلا قال: وقالوا لن يدخل الجنة، يعني اليهود والنصارى، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم، أي هاتوا دليلكم على ما تقولون إنه لن يدخل الجنة إلا أنتم اليهود والنصارى، لأن كل الدعاوى تحتاج إلى دليل يؤيدها. وأما إذا كانت مجرد دعاوى فإنها لا تقبل بدون دليل. ثم قال جل وعلا: بلى من أسلم وجهه، أي بلى يدخل الجنة كل من أسلم لله وجهه لله وهو محسن. ومعنى قوله أسلم وجهه لله يعني أخلص العمل لله، ومعنى قوله جل وعلا وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يعمل وفيما يقول. والسلف الصالح كانوا أحرص الناس على هذين الشرطين في أعمالهم، يخلصون لله ويكتمون أعمالهم ولا يظهرونها لأجل الإخلاص لله عز وجل، يجعلونها بينهم وبين الله ما استطاعوا، ويحرصون على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحيدون عن سنته ولا يبتدعون ولا يزيدون. هذا موقف السلف من الإخلاص لله عز وجل. طيب، من المتصل مع رائد من جيزان؟ تفضل يا رائد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. تفضل. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياكم الله. شيخ، بغيت أسألك عن زكاة الأغنام. الأغنام عندنا أغنام وترعى وكمان نعلفها، فما أدري فيها زكاة أو ما فيها زكاة. إذا كنتم تنمون هذه الأغنام للقنية للدر والنسل وتعلفونها نصف السنة أو أكثر فليس فيها زكاة. حنا نعلفها على طول السنة وترعى على طول السنة.
المهم الأكثر هل هو الرعي وإلا التعليف؟ والله بالنسبة لهذا التعليف فأنا نعلف على طول الصلاة. يعني إذا كان التعليف كثير فليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة، والزكاة إنما تكون في السائمة يعني الراعية الحول أو أكثر الحول. نعم. طيب جزاك الله خير. بارك الله فيك يا أخي الكريم. ما القول الراجح شيخ صالح في الطالب إذا كان قد سافر للدراسة، هل يجمع ويقصر طول مدة بعثته؟ لا يجوز له أن يقصر ويجمع وهو مقيم إقامة طويلة للدراسة، يعلم أنه سيقيم أشهرا أو سنوات، هذا مقيم وليس مسافرا، ولذلك يستأجر أو يبني سكنا له لأنه مقيم، وأيضا يعلم أن الدراسة تستغرق وقتا طويلا، فهو مقيم إقامة طويلة يعرف هذا. والقصر والجمع إنما يجوزان للمسافر، وهذا غير مسافر، هذا مقيم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وعلى المسلم أن يتمسك بدينه وأن لا يذهب مع الأقوال أو مع الرخص، بل يتمسك بدينه ويحتاط لدينه ويترك الأقوال الشاذة والرخص التي قيلت من غير دليل. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ أبو خالد يقول ما الصيغ الواردة في دعاء الاستفتاح؟ الصيغ الواردة في دعاء الاستفتاح أنواع. نعم. وردت عن صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها شيخ الإسلام بن تيمية في رسالة مستقلة موجودة في مجموع الفتاوى وموجودة مفردة، وأهمها أو أكثرها سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، هذا كله مستحب، وهذا يسمى بدعاء الاستفتاح. وإن كان في قيام الليل فالأفضل أن يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في بداية قيام الليل. وإن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فذلك حسن أيضا. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال أبو هاني من الطائف، تفضل أخي أبو هاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشخاص مسافرين من مدينة إلى أخرى، وحضرتهم صلاة العشاء وقد فاتهم صلاة المغرب، فدخلت بنية وأنا من ضمنهم، فدخلت بنية المغرب في العشاء، وفي الركعة الثالثة سلمت قبل أن ينتهي الإمام من الصلاة وخرجت من الصلاة، فهل هذا صحيح أم خطأ؟ نعم، هذا جائز، هذا جائز على القول الراجح. إذا كنت دخلت معه بنية المغرب ثم لما أكملت الثلاث جلست للتشهد الأخير، فأنت بالخيار، إن شئت سلمت لنفسك، وإن شئت انتظرت الإمام وسلمت معه. نعم. شكرا لك يا أخي أبو هاني. قل هذا السائل الشيخ، ما رأي الشيخ في حكم الأناشيد الجماعية الإسلامية بدون دف أو مؤثر صوتي؟ لا نعلم لها أصلا، هذه محدثة، وإذا نسبت إلى الإسلام وقيل الأناشيد الإسلامية هذا معناه أن الإسلام شرعها، وهذا لا أصل له. أيضا هذه الأناشيد إذا اعتبرت للطاعة والقربة فإنها من شعار الصوفية، فهم الذين يتخذون الأناشيد يتخذونه عبادة لله عز وجل، فالحاصل أن المسلم لا يلتفت إليها. نعم، الإنشاد، إنشاد الشعر النافع والمفيد لا بأس به، إنشاد واحد ما هو جماعة ولا ترنيمات تنغيمات، وإنما هو واحد ينشد،
الشعر ويستفيد ويستفاد منه، كما كان الشعراء عند الرسول صلى الله عليه وسلم ينشدون أشعارهم والرسول يستمع إليهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك وقت العمل والملل من العمل يرتجزون لأن نشطهم ذلك على العمل، وهذا لا تسمى أناشيد، هذه إنما هي مقطعات تنشطهم على العمل، ولا تكون في صوت واحد منغم ولها فرق إنشادية، ولا كل هذا مما أحدث. وإذا نسب إلى إذا لم ينسب إلى الإسلام فهو من اللهو، وإذا نسب إلى الإسلام إذا لم ينسب إلى الإسلام فهو من اللهو، وإذا نسب إلى الإسلام فهو من البدعة. نعم شيخ، بعض الناس حفظكم الله جعل من هذه الأناشيد ديدنه في سيارته في بيته مع أولاده، يعني جعل وقته كله في لها، لأنها لا أصل لها ولأنها فتنة. سبحان الله. وكان الذي ينبغي له أن يستمع إلى القرآن الكريم المسجل في 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 المصاحف المرتلة والأشرطة، وفيه ما يغنيه ويكفيه ويؤجر عليه. الحمد لله. وكذلك المحاضرات والدروس الدينية، ولا يشغل وقته بالأناشيد التي لا يستفيد منها شيئا إلا الطرب. نعم أحسن الله إليك الشيخ. الأخ بندر من الكويت، تفضل يا أخي بندر. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. الله يجزاك خير يا شيخ ويبارك فيك وفي علمك. شيخنا عندي يعني سؤالين. السؤال الأول أو هو يعني طلب، ودنا يا شيخ يعني أن يكون هناك بيان منكم لأهمية التوحيد والدعوة إليه، خصوصا يا شيخنا حفظكم الله أن هناك كثير من الدعاة في العالم الإسلامي وفي القنوات الفضائية المنتشرة التي تسمى القنوات الإسلامية، يعني لم يكن التوحيد هو أولويتهم ولا هو يعني أصل دعوتهم. فودنا يا شيخ أن تكون يعني لكم كلمة حول هذا الموضوع، أن يكون التوحيد هو الأولوية وهو الأهم في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. ممتاز. ثاني السؤال الثاني يا شيخ، وهو يعني الجعالة، هل يجوز عقدها في المسجد يا شيخ؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السؤال الأول وهو أهمية التوحيد، كأنك ما حضرت أول الحلقة. فنحن بدأنا الحلقة في هذا الشأن، في أهمية العقيدة والاهتمام بها، فأرجو أن تراجعها. والحمد لله الاهتمام بالتوحيد لا سيما في بلادنا له مكانة عظيمة، ولا تزال ولله الحمد، وإن كان فيه من يثبط عن ذلك ويريد إزاحة العقيدة، لكن هؤلاء مخذولون إن شاء الله، وولاة أمورنا لا يساومون على عقيدتهم وعلى حماية بلادهم. والعقيدة الصحيحة هي صمام الأمان، قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا وفر الله لهم الأمن والاستقرار. نعم أحسن الله إليكم. بالنسبة للعقد في المسجد فضيلة الشيخ، أما السؤال الثاني وهو عقد الجعالة في المسجد، جميع العقود لا تعقد في المسجد، كل أمور الدنيا وعقود الدنيا، الإيجارات، البيوع، الجعالة وغير ذلك من العقود التجارية لا تعقد في المسجد. نعم. طيب أبو عبد الله من الرياض، تفضل أخي أبو عبد الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال للشيخ. تفضل. شيخنا فيها عندي زوجتي عمرت 5 عمر، تلبس النقاب من الميقات إلى أن توصل الحرم، عندما تشرع في الطواف تتغطب الغطبة وتكمل عمرتها لين تحل. السؤال الثاني، خلي جاوب الشيخ، تفضل الشيخ صالح. إذا كانت امرأتك جاهلة في لبسها للنقاب جاهلة، فإنه لا إثم عليها ولا تؤاخذ بسبب الجهل. أما إذا لبسته بعد المعرفة وبعد العلم بأنه لا يجوز للمحرمة أن تنتقب ولا تلبس القفازين، إذا كانت علمت ذلك أو سمعته أو بلغها ذلك،
فإنها تكون فعلت محظورا من محظورات الإحرام، يكون عليها فدية مخيرة، إما ذبح شاة توزعها على الفقراء في الحرم، وإما إطعام 6 مساكين في الحرم، وإما صيام 3 أيام. نعم. السؤال الثاني أبو عبد الله. السؤال الثاني صلاة القصر مع الجماعة، إذا أنا في نية قصر والجماعة ليس لهم نية قصر، هل أكمل معهم صلاة كاملة أم أقصر؟ يجب عليك متابعة الإمام، ولا يجوز لك أن تقصر خلف إمام لا يقصر، فحكمك حكم الإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا هو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من صلى خلف إمام وهو مسافر والإمام يتم، أنه يجب عليه إتمام الصلاة، فإن قصرها لم تصح صلاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا: هل الدعوة إلى الله خاصة بأناس معينين أم هي على الجميع؟ الدعوة إلى الله تجب على العلماء، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، فالجاهل لا يصلح للدعوة، لأنه قد يحرم حلالا أو يحل حراما، وإذا سئل عن أشياء قد لا يستطيع الإجابة أو يجيب بجواب خطأ فيلبس على الناس، الجاهل لا يصلح للدعوة. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يستطيع الحكمة ولا يستطيع الجدال بالتي هي أحسن إلا العلماء، لكن الذي فيه محبة للخير وليس عنده علم فإنه يوصي بتقوى الله ويوصي بالطاعة والمحافظة على الصلاة في الأمور الظاهرة. وأما الدخول في مسائل العلم والدخول في التحليل والتحريم والواجب والمستحب والمحرم والمكروه، هذه يتركها لأهل العلم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة ومع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. نعم، من معنا؟ باسم من المدينة، تفضل أخي باسم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياكم الله. لو سمحت يا شيخ، طريقة في تحريق السبابة في الصلاة. نعم، السبابة في الصلاة ترفعها عند لفظ الجلالة أو عند الدعاء، ترفعها إشارة إلى التوحيد. نعم. بعض الناس فضيلة الشيخ يطلق السبابة تتحرك حتى آخر الصلاة. نعم، لأن فيها أثر أو نحو من هذا، أنه يحركها وأنها شديدة على الشيطان وأنها. نعم. لكن الراجح والله أعلم أنه لا يحركها، يرفعها ولا يحركها، إشارة إلى التوحيد. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. الأخ السائل يقول: كيف يبرئ الإنسان ذمته من حقوق أخذها من الناس في السابق وقد مات هؤلاء ويريد التوبة، وإذا كان قد مضى على ذلك سنوات فماذا يفعل؟ يجب عليه يرد الحقوق إلى أهلها، إن كانوا أحياء يردها إليهم، وإن كانوا أمواتا يردها إلى وراثتهم وإلى وكلائهم، لا يسعه إلا ذلك، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، فيعطيها لوكيلهم أو ورثتهم وتبرأ ذمته بذلك. أحسن الله إليكم. نأخذ الأخ صابر من المدينة. أخي صابر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. والله لو سمحت الله يحفظك وعافيك، ودي نسأل عن حكم أخذ يعني جعل أو شيء عن تأويل الفتوى، يعني واحد الله سبحانه وتعالى رؤى واحد، يعني الله سبحانه وتعالى أفض عليه بأنه هو عنده تأويل للرؤى، فوده يسأل، وبعض الناس تشترط يعني يقول له لازم تأخذ هدية على تأويل هذا، فوده نعرف حكم أخذ هالهدية على التأويل. الله يحفظك وعافيك. احتراف الرؤيا لجمع المال هذا لا ينبغي، ولكن إذا كان عنده فراسة في هذا الأمر فيقضي حوائج إخوانه بدون أنه يأخذ منهم شيء، وإذا ألحوا عليه وأخذ الشيء اليسير ف
فلا مانع من ذلك، ولكن لا يجعل هذا حرفة ويتطلع إليه كما يفعل بعض الناس. هذا من ناحية. الناحية الثانية، لا ينبغي للناس أنهم يهتمون بالرؤى دائما، وكل ما أصبح الإنسان محمل بالرؤى ويبي تأويلها لا يهتم بها أبدا. الرؤيا التي يكرهها يكتمها ولا يفسرها ويتعوذ بالله من شرها ولا تضره بإذن الله. والرؤيا السارة لا مانع أنه يفسرها ويبشر بها إخوانه، ولكن كما ذكرنا لا يتخذ هذا حرفة وتكسب، أو يكون هم الإنسان الرؤى وماذا رأى، لأن هذا يدخل عليه وساوس الشيطان، لأن أغلب ما يرى في المنام أكثره حديث نفس أو أضاث أحلام من الشيطان. نعم، أحسن الله إليك شيخ صالح. يقول هذا: أنا أعمل في الرياض وسكني في الخرج وأجمع وأقصر في الصلاة، ما رأي الشيخ في ذلك؟ نعم، تجمع وتقصر في الطريق، أما إذا كنت في البلد محل العمل فإنك تصلي مع الجماعة وتتم الصلاة ولا تصلي وحدك، أما في الطريق نعم فتقصر وتجمع، لكن اللي يلاحظ أن الخرج اليوم والرياض متقاربان. صحيح. ليس بينهما مسافة قصر، فتعتبر هذا أنه ما بينهما الآن مسافة قصر، من نهاية الرياض وبداية الخارج ما بينهم مسافة قصر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا فضيلة الشيخ في الآية الكريمة: واستعينوا بالصبر والصلاة، لماذا قدم الصبر على الصلاة؟ لأن الصبر يحتاجه الإنسان في كل المواقف وفي كل الحالات والمفاجآت، والصلاة لها مواقيت محددة سواء كانت نفلا أو فرضا. وأيضا الصبر أيضا له أهمية عظيمة ويعين على الصلاة، لأن الصلاة عبادة والعبادة تحتاج إلى صبر، فلذلك قدم عليها، لأن الإنسان قد يمل من الصلاة أو تطول عليه الصلاة أو فيصبر على هذا، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. الأخ بندر من الرياض، تفضل أخي بندر. بندر محايل، تفضل يا حامد. تفضل يا بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله سعداء يا شيخ ظهورك، الله يجزاك بالخير. جزاك الله خير. تفضل. سؤالي جزاك الله خير، وجدت رجل وأعرف أنه ينتقص العلماء ويقع في أعراض العلماء، وجدته يصلي بالناس، هل أدخل معه في الصلاة أم لا؟ طيب، شكرا. نعم، ادخل معه في الصلاة وناصحه، انصحه وقل له هذا لا يجوز لك الوقوع في أعراض المسلمين عموما والعلماء خصوصا، انصحه عن هذا وقل له إني أخاف أن يؤثر على صلاتك وعلى عبادتك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا أيضا الشيخ الذي سأل عن الصبر الآية الكريمة: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ما المقصود بالآية؟ مقصود بها ضعيف الإيمان الذي لم يتمكن الإيمان من قلبه، فإذا أصابته فتنة فإنه ينحرف عن الإيمان ويرتد عن الإيمان، لأنه ليس عنده إيمان راسخ. نعم. يقول الشيخ: ما الحالة التي يلجأ إليها عند التيمم، وما شرط ذلك في الأحكام الشرعية؟ الحالة التي يلجأ إليها للتيمم حالتان: الحالة الأولى عدم الماء، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الحالة الثانية المرض، إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، الماء موجود لكنه لا يستطيع استعماله فإنه يتيمم، قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فذكر المرض وذكر السفر، هذا ما يتيمم له. وكذلك يلحق بالمرض إذا كان الماء لا يكفي لوضوئه ولحاجته وطبخه وسقي زملائه وسقي دوابه التي معه، فإنه يتيمم ويوفر الماء للحوائج التي لا بد له منها. نعم، جزاكم الله خير. شيخ صالح، التلاوات والأدعية التي تكون في نغمات الجوال هل هي مباحة؟ ليست مناسبة،
ليست مناسبة أن يجعل ذكر الله ويجعل القرآن أو تجعل الأدعية أن تجعل في الجوال لأجل التنبيه على المكالمة، وليس رغبة فيها أو طمعا في ثوابها، إنما لأجل تنبيه على المكالمة، فيجعل للتنبيه على المكالمة شيئا من الجرس أو من الصوت الذي ينبهه. نعم. عثمان من جدة، تفضل أخي عثمان. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالين. تفضل. الأول، مرة كده من المرات أذن المغرب وكنت أبغى أصلي، فتوضيت للصلاة، فجاءت زوج عمي وهي مرة كبيرة في السن، فسلمت عليها صافحتني وصافحتها، ما أدري هل الوضوء انتقض، شكيت كده، لكن قلت يا مدام كبيرة في السن ما في شيء وصليت. مس المرأة ينقض الوضوء إذا كان لشهوة وكان مباشرة من غير حائل، مباشرة من غير حائل وأيضا لشهوة، هذا ينقض الوضوء. نعم. السؤال الثاني بسأل عن صلاة المرأة مكشوفة القدم والساق مع القدرة على تغطيتها، لا تصح صلاتها، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فتغطي حتى وجهها بحضرة الرجال الذين ليسوا من محارمها، وكل بدنها عورة في الصلاة، فإذا انكشف شيء منها وتركته فإنها تبطل صلاتها. نعم. أحسن الله إليكم، شكرا للمتصل. هل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل على الله؟ لا منافاة بين الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، لا بد من الأمرين، لا بد من التوكل على الله ولا بد من الأخذ على الأسباب، فلا يقتصر على الأسباب ويترك التوكل، ولا يأخذ التوكل ويترك الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، فلبس لامة الحرب ولبس الدروع وأخذ السلاح وهو متوكل على، هو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الجمع بين الأمرين، الأسباب النافعة والتوكل على الله عز وجل. نعم. الأخت أم رام تقول، هل للمرأة أن تأخذ مانع الدورة للعمرة أو الصيام، وما الراجح من أقوال العلماء في ذلك؟ لا بأس بذلك إذا كان الحبوب الدورة لا تؤثر على صحتها ولا تترك أثرا سيئا على صحتها، لا مانع من ذلك، ولكن كونها تشاور الطبيب وتراجع الطبيب في ذلك يكون هذا أحسن. نعم. الأخ يسأل عن حكم الصلاة قبل الأذان بدقائق، وهل يعيد الصلاة؟ الكلام على دخول الوقت، إذا كان دخل يعرف دخول الوقت فلا يصلي قبل دخوله ولا تصح صلاته، وإذا كان لا يعرف دخول الوقت يعتمد على الأذان، أذان المؤذنين، ولا يصلي قبل أذان المؤذنين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول هذا شاهدت عند الذين يبيعون السيارات أمور غير طيبة ومخالفة ومنها النجش، فما هو النصيحة في ذلك؟ الواجب على المسلمين عموما بائع السيارات وغيرهم النصيحة وعدم الغش، قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، نهى صلى الله عليه وسلم عن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها بل لأجل أن يرفعها على الزبائن، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التدليس وهو إظهار السلعة في غير حقيقتها بأن تجمل وتلبس لباسا يظهرها أنها سليمة وفي داخلها العيوب، هذا لا يجوز. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع الطعام، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد في أسفله بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر، قال صلى الله عليه وسلم هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد أجاب عن أسئلة المشاهدين. شكر الله لفضيلته، وشكر الله لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا ومع فضيلة الشيخ صالح. يجمعنا لقاء، وهذه تحية من مخرج هذه الحلقة الزميل أحمد العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.